السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست، خليك الأول. معاكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. أول سؤال عندنا، اكتب المصطلح العلمي. حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر، طبعا ده تعريف الجهد الكهربي. يتركب كيميائيا من حمض نووي دي إن إيه وبروتين، طبعا ده الكروموسوم. النسبة بين الشغل المبذول وكمية الكهربية المارة بين نقطتين، طبعا النسبة دي يعني انت هتقسم الاتنين دول على بعض، وطبعا لما بنقسم الشغل المبذول على كمية الكهرباء بيطلع لي فرق الجهد. الفرد الذي يحمل زوج متباين من الجينات لصفة ما، طبعا ده فرد هجين. ندخل في السؤال اللي بعديه، صوب ما تحته خط FE زائد 2HCl، سهم عليه مخفف بيدينا FeCl3 زائد H2، وهو حاطط خط تحت FeCl3، طبعا هتبقى FeCl2. الغدة الدرقية تفرز هرمون الكالسيتونين الذي ينظم نمو الأعضاء التناسلية للإنسان، طبعا الكالسيتونين بيضبط مستوى الكالسيوم في الدم. 2NA زائد 2H2O يدينا 2NaOH زائد O2 زائد هيت، وحاطط خط تحت الـ O2 طبعا هيبقى H2. هرمون الأدرينالين يحفز نمو بطانة الرحم، طبعا اللي بيحفز نمو بطانة الرحم هرمون البروجسترون. احسب فرق الجهد بين طرفي موصل شدة التيار المار به 5 أمبير في زمن قدره 10 ثانية إذا كان الشغل 200 جول. طبعا أنا عشان أحسب فرق الجهد يبقى بقسم الشغل على كمية الكهرباء، بس هنا أنا ما عنديش كمية الكهرباء، يبقى لازم أجيب الأول كمية الكهرباء. إن أنا طبعا كمية الكهرباء بتساوي اللي هو شدة التيار في الزمن، يبقى هضرب 5 في 10 الأول تطلع 50 كولوم، بعد كده هقوم قايل 200 على ال 50 تطلع 4 فولت. السؤال اللي بعديه، اختر يتصاعد غاز الاكسجين من مركب نقط عند انحلاله بالحراره، طبعا اللي هيبقى HgO. تدفق الشحنات الكهربيه في سلك معدني يمثل، طبعا ده تعريف التيار الكهربي. معدل تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع براده الحديد اسرع منه مع قطعه الحديد، والعامل المؤثر على التفاعل هو طبعا البراده بتكون اسرع عشان المساحه زادت، والمساحه دي ليها علاقه بطبيعه المتفاعلات، يبقى الاجابه بتاعتنا طبيعه المتفاعلات. ضع علامه صح او علامه خطأ. التعادل هو تفاعل حمض معقل تكوين ملح وماء، طبعا ده صح. اختار مندل 10 صفات وراثيه خاصه بنبات البازلاء لاجراء تجاربه، طبعا خطأ. تفاعل الالعاب الناريه سريع بينما تفاعل صدأ الحديد يحتاج الى ملايين السنين، طبعا خطأ. عند تزاوج ذكر تركيب الوراثي بكابيتال بسمول وانثى تركيبها الوراثي بسمول بسمول، فان التركيب الوراثي بكابيتال بكابيتال يحتمل ظهوره في ابنائهما بنسبه 25%، غلط طبعا 0%، مفيش ابن هياخد بكابيتال بكابيتال لان الام بتحمل الصفه المتنحيه الاثنين بسمول، فمش مفيش في الام بكابيتال خالص. وضح بالرسم فقط توصيل الفولتميتر في الدائره الكهربيه لقياس فرق الجهد بين طرفي مصباح قوة الدفع الكهربائية بين قطبي البطارية، طبعا بين طرفي مصباح يعني هنرسم الدائرة وتكون الدائرة مغلقة، انما القوة وطبعا بيكون الفولتميتر تحت عند المصباح. في القوة الدفع الكهربائية بين قطبي البطارية هنرسم الفولتميتر عند البطارية من فوق، بس تكون الدائرة مفتوحة. أكمل العبارات، التيار الناتج من الخلايا الكهروكيميائية تيارا مستمرا، عندما تقل كمية اليود بالطعام يقل إفراز هرمون الثيروكسين، يجب ألا يزيد مقدار ما يتعرض له العاملين في مجال الإشعاع عن، طبعا العاملين ما يزيدوش عن 20 ملي سيفرت. تفرز الغدة النخامية ما يعرف باسم هرمون اللي بيضبط معدل، طبعا ده هرمون النمو. اختر عند إضافة خراطة النحاس إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف يتكون، طبعا هنا لا يحدث تفاعل. عامل الصفة الوراثية يكون متشابهين في الفرد، طبعا الإجابة النموذجية المفروض الفرد النقي، ولو إني عارف إن السؤال ده بيحصل فيه اختلافات كتير، بس الفرد النقي. العامل المؤكسد هو مادة، طبعا العامل المؤكسد مادة تعطي أكسجين. طبقا للقانون الثاني لمندل، صفة كل زوج من الصفات المتبادلة مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة طبعا 3:1. كيف يمكنك الحصول على فلز النحاس من كبريتات النحاس بطريقتين مختلفتين وكتابة المعادلة الكيميائية موزونة من مدرسة؟ طبعا أول طريقة معادلة سهلة جدا، احنا بنحط MG مع CuSO4، يعني MG زائد CuSO4، طبعا الـ MG هيحل محل الـ Cu هيطلع MgSO4 زائد Cu. الطريقة الثانية ان انا باخد الـ MG
SO4 بعمل له عملية تسخين أو انحلال بالحرارة فبيطلع CuO اللي هو أكسيد النحاس زائد SO3. بعد كده باخد CuO دوت اللي هو أكسيد النحاس أمرر عليه هيدروجين اللي هو H2 زائد CuO، طبعا بيطلع H2O زائد Cu اللي هي المعادلة المشهورة بتاعة الأكسدة والاختزال. السؤال الرابع: صوب ما تحته خط. تفاعلات المركبات الأيونية السريعة على أنها تتفكك كليا عند ذوبانها في الماء إلى جزيئات يسهل اشتراكها في التفاعلات، طبعا بتتفكك إلى أيونات. تتغير قيمة مقاومة الموصل تبعا لتغير فرق الجهد بين طرفيه؟ لا، طبعا لتغير طول السلك. يتفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين إلى غاز ثاني أكسيد نيتروجين وغاز نيتروجين؟ لا، هيتفكك إلى أكسجين. وحدة قياس المقاومة فولت في أمبير في ثانية، طبعا أمبير في ثانية دي كولوم، ولما نضرب فولت في كولوم يبقى معنى كده احنا بنطلع اللي هو الجول اللي هو وحدة قياس الشغل، يبقى وحدة قياس الشغل فولت في أمبير في ثانية. أكمل العبارات الآتية: يستخدم جهاز ناط لقياس المقاومة الكهربية، طبعا جهاز الأوميتر. قام مندل بتغطية نقط نبات البازلاء، طبعا المياسم. شدة التيار الكهربي المار في جهاز كهربي مقاومته 5 أوم عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 200 فولت هو، طبعا أنا عايز أحسب ت، يبقى ت بتساوي جيم على ميم، يعني 200 على الخمسة تطلع طبعا 200 على الخمسة فيها 40 أمبير. تتحكم الجينات في الصفات الوراثية للكائن الحي بإنتاج طبعا إنتاج الإنزيمات. استخدم طالب 3 جرام من ثاني أكسيد المنغنيز أثناء تفكك فوق أكسيد الهيدروجين. وضح سبب استخدام الطالب لثاني أكسيد المنغنيز وما كتلة ثاني أكسيد المنغنيز في نهاية التفاعل. طبعا الطالب استخدم ثاني أكسيد المنغنيز لأنه يعتبر عامل حفاز أو عامل مساعد بيزيد من سرعة التفكك، وما كتلة ثاني أكسيد المنغنيز في نهاية التفاعل طبعا هتفضل زي ما هي 3 جرام. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من حل النموذج الإجابة. الحمد لله الامتحان كان متوقع ومفيش اي مشاكل فيه، الاسئلة بتاعته كلها مباشرة. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم مستر هيثم التركي من قناة بي ذا فيرست، خليك الاول. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.